سجلت مملكة البحرين انخفاضا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 22 حالة قائمة جديدة، 6 حالات منها لعمالة وافدة و11 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 5 حالات قادمة من الخارج، في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 16 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 213 حالة.